ألو ماجد؟ ابن حلال، كنت حأحكي معك، ممكن نشوفك هلأ؟ بدي خبرك خبرية رائعة. نيفين تجاوزت الخطر. من اليوم ورايح رح أعوضك عن كل شيء. عن جد هي أول خبرية منيحة. يلا أنا رح ألبس. طيب بشوفك. ناريمان؟ بنتي؟ تعرفي أخي حابس حاله بالغرفة؟ والله خايفة وضعه يسوء أكتر. رح يكون منيح، اطمني. أنا بدي أطلع أشوف ماجد. إيه ماشي، بس ما تتأخري بنتي، وبطريقك عطيهم هالخاتم المنحوس، زدتيه بخلقتهم وكركبيهم مثل ما كركبونا. روحي بس مو تخلي بإيدك هيك، هلأ بضيع وبيوقع. إذا سألوا عنه شو من قلن؟ يلا البسي ثيابك وحطي الخاتم بقلب شنتايتك ولا تخليه يبين. نحن مالنا قدن لهالجماعة لك عمتي، مو ناقصنا إذا ضاع يتهمونا. قليلي نيفين شو صار فيها هلأ؟ دخيلك يا ربي تشفيها. نيفين صارت أحسن اليوم. ها نشكر الله. هالبنت المسكينة أنا شو زعلت عليها. تعرفي ناريمان، نيفين وإما ناوين عنية ممنيحة إليك ولماجد. لك بنتي خليكي بعيدة عن هالناس وتركي لهم ماجد، شو بدك منه؟ نحكي بعدين، أنا تأخرت كتير. ناريمان اسمعي، إذا بتحبي أبوك تبعدي عن ماجد من شاني يا عمتي. هلأ حياتي روقي وفكري بالموضوع. ناريمان انت ما رح تضميني؟ اطمني حياتي، كل شي رح يكون احسن. نيفين تحسنت، يعني هلأ زال عنا الخطر. فرحتني. شو ها؟ محبسة. استغربت اني حاملته. مين عطاك اياها؟ والله فايزة خانو من بارح حطتني اياها، واتهمتني الي قدام ابي اني انا اللي خليتني فين تروح تنتحر. يا الله. وفوق هاد قالت لي هاي ماجد صار إليك هلا، وعطتني المحبس بإيدي. الموضوع هاد ما رح أسكت عليه أبدا. أصلا ماني متضايقة من اللي عملته فايزة خانو وماجد. أنت هلا عم تلوميني ما هيك؟ يعني أنا السبب بكل اللي صار معك. ما عرفت حافظ عليك. هذا الشيء اللي بدك تقوليه ما هيك؟ ماجد أنا مخنوقة، حاسة بأي وقت ممكن تتركني وتروح. ماجد لوين أخذني؟ ماجد اترك إيدي. ما بتركك ناريمان، من اليوم ورايح أنت لماجد وبس، عم تفهمي؟ اركبي هلأ يلا. طيب لوين؟ على مكان نكون فيه مرتاحين، من شان ما حدا يضايقنا ابدا او حتى يشوفنا. موبايلك لو سمحتي. لو سمحتي. شو هذا اللي عملته؟ سكرت التليفونات منشان ما حدا يضايقنا، لا عيلتي ولا شغلي ولا حتى رفيقي جواد. بدي اياكي انتي بس، انا هلا ما بدي حدا. طلعي.